الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك يا واحد يا أحد يا قدوس. نسألك تحقيق التوحيد، ونعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. يا غني يا حميد، يا قوي يا عزيز، ارزقنا حسن الظن بك وقوة التوكل عليك. يا عليم يا حكيم، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، وارزقنا تدبره والعمل به، يا حي يا قيوم، يا غفور يا غفار. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، يا رؤوف يا لطيف يا رحيم. ارحم أموات المسلمين، اللهم أنزل عليهم رضوانك ورحمتك، ووسع ونور عليهم قبورهم، وارفع درجاتهم في المهديين، واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا شكور يا كريم، يا علي يا أعلى، علم زدنا اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، واهدنا ويسر الهدى لنا. يا هادي اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، يا بر يا رحيم. اللهم نجنا من عذاب الجحيم، وبفضلك وكرمك ورحمتك أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وارزقنا الفردوس الأعلى برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. يا غني يا شكور يا كريم يا وهاب، اقض الدين عن المدينين، وارزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا، اللهم بارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وذرياتنا وأموالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا، واجعلنا ممن اختصيته برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ولي يا حميد، اجعلنا من أوليائك وخلص عبادك يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحبه وترضى، وخذ بيناصيتهما للبر والتقوى، وانفع بهم الإسلام والمسلمين، ووفق جميع أولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين بعزتك وعظمتك وقدرتك وقوتك. نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، ووحد قلوبهم على الحق والتقوى يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.